سجل أولي ذلك. يعني أتمنى رغم أن مجموعة الصين مش صعبة مالديف، أتمنى الصدارة لسوريا فلبين غوام والصين، فيعني أتمنى أن ثمان عرب أخذته هذا المساء. نعم هدف 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 واضح نعم لمصلحة الكويت رأسية، سكنت الشباك بصورة غاية في الروعة بارتقاء عالي للغاية عن طريق اللاعب تحدث عن فهد الهاجري. البداية خليني أقول لك شغلة، الكويت هدفين مقابل أشياء حتى الآن، وأعتقد إذا ما استمرت حققت شيء